هذا وطلبت التلاوي وزارة العدل بتطبيق ما جاء في نص الدستور بشأن السماح للمرأة بعضوية مجلس الدولة، مشيرة إلى أهمية تطبيق القوانين على أرض الواقع. الوعي هو أهم شيء. الوقت عندنا قوانين عظيمة، لكن ما زالت المشكلة قائمة. الدستور عطى تصريحات كبيرة. هل وزارة العدل سمحت للمرأة أنها تدخل مجلس الدولة بالرغم مما ورد في الدستور؟ ده لازم تراقبوه انتوا كنواب عننا عن الشعب.